ده يا صاحبي 85 ألف. بسم الله ما شاء الله. واخدينها جنيه ولا تجاره؟ جنيه. ربنا يبارك لكم فيها يا رب. 85 ألف سوق التوفيقيه في حيره يوم الاربع يوم 27/3/2024. صنعت يا صاحبي دي؟ طب ألف صنعت ايه؟ عشر ولبن. خدتها بياما غالي؟ 55 ألف. والله بجد الله يبارك لكم. يعني الاسعار مرتاحه النهارده؟ ربنا يخال عباده يا رب. اللهم امين. حاج عماد احلى حاج عماد والله. الله يبارك له. ده صاحبي؟ لا عشر. عشر كام؟ عشر كام؟ عشر أربعة. عشر أربعة. صباح الفل يا حاج. عشر كام دي؟ أربعات كلها. أربعات كام وكام بمرض الله؟ أيوة ب 60 ألف. 60 ألف والورا دول؟ والشابتين ده هم دي ب 55 ودي ب 62. 55 و 62. الله أكبر. حاج عبد الرحمن الكعبان. أحسن راي الحاج عبد الرحمن. قاعدين فين يا حاج محمود؟ أنا قاعدين في شبكة الدفراوي. فين؟ شبكة الدفراوي. شيخ برخيت الدفراوي. ادينا الرقم برضه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما بقول اربعه هي لا 10 3 يا عم. لبن 10 3 فضل. الله هو عامل ايه يا حاج مرد الله؟ مرد الله 48 350. 48 350 10 جوزه. مين حضرتك؟ شيب رخيط بحير. يعني موجود عندك بقر عشر لو حد عايز حيه؟ ادينا الرقم. طيب 0100 782 492 الاسم. طيب عبد الرحمن محمد الكعبري. عبد الرحمن ايه؟ محمد الكعبري. المعلم عبد الرحمن محمد الكعبري شيب رخيط. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. كل سنه وانتم طيبه يا حاج. الله اكبر. المعلم عباده شطيم الله يبارك له اكبر تاجر البتلو الجاموس في محافظه الغربيه. الله يبارك. خدت حال النهارده يا معلم عباده؟ خدت البقره ده. الله اكبر. المعلم عباده شطيم الله اكبر. 50000. الله الله يبارك لك ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. المعزه ديت معاكم؟ خدتها بكام؟ المعلم ربك البضاعه دي 4000 ونص. والده؟ اه ولا تيس. ها تيس. بسم الله ما شاء الله. تيس باربع كلاب ونص. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حج رزق. ايه حج رزق. الحج رزق بشوح يا عم. ما عادش حد بخشمه بقى. الله يسلمكم يا غالي ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. 30000. بسم الله ما شاء الله. 30000 يا جماعه. انتهى صلاه النبي عليه. الله اكبر. المعلم عبد الغني محمد عبد الغني. منين يا محمد؟ جبار. جبار السبعتي البارود. الله اكبر. معكم حاجه غيرها تاني؟ لا يا رب. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. 30000. 30000. بسم الله ما شاء الله. خدتها بيا من الوالده دي يا صاحبي؟ 74 الخلافات يا جماعه والمال اهو صلاه النبي عليه. الله اكبر. سبع الفل يا عمده. كل سنه حضرتك طيب. واخدينها جنيه ولا تجاره؟ لا جنيه. ربنا يبارك لكم فيها. خدتها بكام بمرد الله؟ 75000. 75 خلافه ذكر ولا انتهي؟ وراه انتهي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. ربنا يبارك لكم يا غالي ويصلح حالكم وحال الجميع. صباحك ابيض ان شاء الله. ايه ما لقيتش باب؟ خدت السير؟ ايه ماله؟ رشاكم. خدت بهايم ونعمل. ها وخدت بهايم كمان؟ الله يبارك لك. ناخده ونعمل بعض. اي أيوة والله. كل سنه وانت طيب. وهتفرى يا اخي كله على الله. الف مبروك البهايم والف مبروك السير يا اخي. صباحك ابيض. الله يبارك لك. شاري يا صاحبي؟ خدتها بكام والله؟ ب 92. 92 بسم الله ما شاء الله. والخلف ذكر وانتهى. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. ربنا يبارك للمال واصحابه. كام يا صاحبي خدتهم الذكر دول؟ ب 22. 22 بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لكم يا رب. 22000 بسم الله ما شاء الله. مع اللي خارج من سوق التوفيقيه. بسم الله. اللهم صل عليه كني. الله اكبر. الله اكبر. كم يا خال خدتوه والله؟ 500 جنيه. 500 جنيه. الله انت رايح حيل. كم؟ الريل ده برجعنا لايام زمان بيقول 500 جنيه. ده؟ اه؟ اي والله. بسم الله ما شاء الله. لا يساوي 56. خدتوه بكام والعمال؟ ها؟ 61. 61 حلو والله. صلاة النبي عليه. كل سنة وانت طيب يا حاج. الله يبارك لكم مستحيل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ذكورة وانتهيت صلاة النبي عليهم. كم وكم يا حاج والله؟ بسم الله ما شاء الله. الاثنين دول ب 51 متيتين. بسم الله ما شاء الله. دكرين ب 53. دكرين ب 53 ونص. الله اكبر. تجار حضرتكوا؟ يعني موجود عندك لو حد عايز حاجه يا صاحبي؟ اي موجود على طول. طب ادينا الرقم. 011 426 537 81. الاسم والمكان؟ حج جويدر. يعني حج فوزي جويدر من البحيرة. منين في البحيرة؟ مركز الدلنجات. مركز الدلنجات محافظة البحيرة. أي حد يتواصل معاك تابع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجه. صباحك أبيض إن شاء الله. الله يرزقكم ويصلح حالكم. كل سنة وأنتم طيب.
الله يسهل لك الحال. والله مالك حيل وانت رايح حيل. لحمة يا جماعة صلاة النبي عليها، بسم الله ما شاء الله. حتى والله 30500 نتاية بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. صباح الجماعة ذكر اللي انت دي تجار التقيل. تجار التقيل الله يبارك له. كام والله يا غالي؟ ليك أزول. الله أكبر. أزول. بسم الله ما شاء الله 73 ذكر اللي انت دي ذكر ذكر مقصين قرنه ليه يا صاحبي؟ قصر كده عمده. الله اكبر. 73 يعني 7300. طب والنتايه الحلوه الرخيه دي؟ عامله 63 عش رخي ضار مقربه دولي. الله اكبر 63. حياتك انت عند رخي. الله يبارك لك يا صاحبي. حياتك انت عند يعني موجود عندك جديان لحم ومعيز وعش. ادينا الرقم لو حد عايز يتواصل معاه. 0100 24 68 9 3 3. الاسم طيب شادي. منين يا شادي؟ منين؟ ابو مصطفى. عزبه ابو مصطفى تيل بارود مركز الرجاله. مركز الرجاله ربنا يبارك له ومصلح حاله ومحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ابو 45 بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ذكر ابيض ودانه منقطع برماد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ذكر ولا نتايه صح؟ نتايه. بسم الله ما شاء الله نتايه مقلمه صلاه النبي عليها يا جماعه. وعلى الحلاوه وعلى المال. اللي يشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله ربنا يبعد عنه البلاء. بكام الله وكيل بمرض الله؟ بكام؟ ب 2000 ونص. ها؟ ب 2000 ونص. انت شويه قلت 2100 وشويه قلت عنده من دي طلعه اهو ببلاش اهو علني بمرض الله علني ذكر علني. امال واقول نتايه ليه؟ ذكر ربتك ذكر. ماشي يا صاحبي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بكام الله وكيل بمرض؟ 2000 ونص والله. 2000 ونص ذكر صلاه النبي عليه. يعني عمره قد ايه يا صاحبي كده؟ عمره مثلا اسبوعين ولا ثلاثه؟ لا ثلاثه. شهر ونص. الله يبارك لكم ومصلح حالكم. عامل ايه الكبش الكبير ده يا صاحبي؟ معلم عبادي 12000. بسم الله ما شاء الله. يعني الكيلو بكام جايم لو حد عايز بالكيلو مثلا؟ 200 جنيه. طب ادينا رقمك لو حد عايز كبش برضه تواصل معاك ولا عايز بالكيلو برضه؟ حبيبي الله يصلح حالك يا صاحبي. الله يصلح حالك وحال الجميع. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صباح الكل رجال ناركم ذكر ولا انتهى؟ لا ذكر. ذكر وانتهى. ذكر ده والنتال هنا. بسم الله ما شاء الله. نقول له عمر 5 شهور ولا 4؟ 5 شهور. كم وكم بمرض الله؟ كم كم وكم؟ ذكر بكم والنتال بكم؟ 6500. الذكر ب 6000 والنتال ب 5500. بسم الله ما شاء الله. تاجر حضرتك؟ تاجي غناء. طب معك رقم تليفون لو حد عايز زي دولت عندك يعني؟ طب ادينا الرقم. 0100 34 139 137 37. غنام قاعد فين يا صاحبي؟ صفت العنب يا جماعه تبع تيل بارود محافظه البحيره. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. صباحك ابيض. الله يرزقك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اذكر الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله. سمعت ذكر الله قل لا اله الا الله. العالم ملهية ليه كده وفي ايه؟ سمعت ذكر الله قل لا اله الا الله. اذكر الله يا حول الله يا ربي. طب وذكر الله ماله مال الغرامه والمكسب؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا يهدي كل عاصي ويرجح كل غيب بالسلامة ويشفي كل مريض وترحموا على امواتكم لان احنا اموات اولاد اموات. تترحم على اللي قبلك اللي بعدك هيترحم عليك. قول الله يرحمهم جميعا يا رب. اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين حبيب قلبي. كل سنه طيب يا غالي. الله ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة